السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. باش نرجع على الفيديو اللي قبل هذه اللي تكلمنا علاش الدول الغربية لا تدعم اللادينيين، رغم اللي نعرفه ان لا يمكن القضاء على الإسلام إلا بالمرتدين عنه، لأنكم تعرفوا أن الإسلام مبني على نظام قبلي، والقبيلة لا يمكن القضاء عليها إلا بالداخل. ولهذا دائما أقول، من هو غير مسلم ولم يكن مسلم في حياته لا يستطيع أن يواجه الإسلام، ولهذا ما عليه إلا أن يدعم من هم في الصف الأول اللي هما المرتدين على الإسلام، هما وحدهم ينجموا يقضيوا على الإسلام. هذه حاجة. حبيت نرجع كما قلت لكم للفيديو اللي قبل هذه. الشخص اللي حكى معايا في الفيسبوك وناقش معايا هذا الموضوع رجع لي وقال لي راك نسيت زوز حاجات. الحاجة الأولى هي ما يسمى بالشركات الكبيرة اللي هي تدعم الإعلام وتدعم كل الوسائل اللي موجودة، ميساعدهاش توا إنها تهاجم الإسلام أو تدعم من يهاجم الإسلام، لأن عندها مصالح اقتصادية مع الدول معناتها دول الخليج. يعني المسألة الأولى إن الغرب بصفة عامة لا يدعم المرتدين على الإسلام ولا يعطي لهم الكلمة لأن له مصالح اقتصادية وبالأخص هذه الشركات. هذه حاجة. والحاجة الثانية هي أن الديانة الإسلامية تشبه كثير الديانة اليهودية. يعني مثلا توا هوني في الغرب مينجموش مثلا يمنعوا لحم الحلال لأنهم مجبورين باش يمنعوا زادة لحم الكاشير اللي هو بتاع اليهود، ولا مثلا الطهارة. يعني فما ياسر وجه التشابه من بين الدين الإسلامي والديانة اليهودية. صحيح أن أغلب اليهود ما عادش يهتموا بالدين متاعهم، وهذا تنعرفوه في الفيديو هذا بصفة عامة، ولكن هذوما النقطتين يراهم هو السبب معناتها الأساسي لعدم دعم الغرب. يشوف هذا الشخص أن الوقت الآن لم يحين بعد للظهور ومحاربة الإسلام بطريقة علنية بدون دعم غربي. هذه فكرة هو يشوفها وأنا أحترم وجهة نظره، ولكن أنا أخالف في الرأي وأرى إن هذه الأمور يجب أن تتبدل. ونحن رانا مناش حاشتنا بالحكومات ولا هذه المؤسسات الاقتصادية اللي تسيطر على العالم، واللي أنا بالنسبة لي خطيرة كخطر الإسلام، بل أقل صحيح لأنها تعمل في النظام القانوني العالمي، لكن تستعبد الشعوب وتستعبد الثروات وتسرق بلدان. ولكن الخطر الأول والأساسي بالنسبة لي أنا معناتها احنا بصفة عامة هو الإسلام اللي يمنعنا باش نتقدموا وباش نتطوروا وباش ننجو. إذا أنا لا أوافقه الرأي في أن الوقت لم يحن بعد، بل بالعكس يجب أن نغير موازين القوى، ويجب أن نشارك احنا معناتها اللي نعتبره مرتدين على الإسلام على تحرير شعوبنا وعلى رفع المظالم اللي موجودة من الإسلام بدرجة أولى، ومن الأنظمة العالمية التي تريد أن تسيطر وتهيمن اقتصاديا على العالم، لكي نحترم الإنسان كإنسان مهما كان أصله ومهما كان فصله وفين ما كان يعيش فوق هذه الأرض. احنا كنا بشر، يجب يكون عندنا كل الحقوق، لأن ما يسمى التغول الغربي هذا زد راهو لازم يجي وقت ولازم يتنحى، ولازم تتقسم الثروات البشرية على كل البشر، مش إفريقيا كاملة عايشة في الفقر وأربعة من الناس في أوروبا عايشين البذخ أو في أمريكا يأكلوا ويلوحوا في الزبلة. هذا هو معناتها الرد متاعي. أنا كنت أرد عليك ما لقيتش وقت،
لكن هذا هو الرد بتاعي. اليوم في الحقيقة حبيت نتكلم على موضوع عنده علاقة بهذه المسألة، هو ما يسمى بالإيمان والدين والسياسة. هذوما ثلاثة حاجات العباد تخلط من بيناتهم، وإحنا في العالم بين قوسين العربي الإسلامي ما نجموش نفرقوا من بيناتهم الكل، فهمت؟ لهذا اخترت أن يكون الموضوع اليوم في الفيديو هذه المسألة. أول حاجة نزلنا نعرفوا شنو الإيمان وشنو الدين وشنو السياسة، هذوما ثلاثة حاجات كل عنصر يعتبر وحده، ونحاول معناتها باش نلخص الأمور ونستعرض المسألة التاريخية لكي نفهموا كيفاش تطورت الأمور وإلى أين وصلنا اليوم. الإيمان هي مسألة شخصية لا تعتمد على الأدلة، وإنما تعتمد على تجربة شخصية للشخص. ساعات أنا نؤمن بحاجة ونحسها ولكن ما عندي حتى أدلة على وجودها، معناتها تعتبر مسألة شخصية. والبشرية وقتها خرجت ما يسمى من مرحلة الحيوان ووجدت نفسها واعية بالكون وبالوجود، ظهر هذا الإيمان الذي يمكن أن نقول حقق لها نوع من الإطمئنان. يعني إيمان بأشياء صحيح خرافية ولا تعتمد على أدلة مادية وواقعية، ولكن استطاعت أن تقويها أمام ما يسمى الجزع الكبير الذي اكتشف الإنسان فيه نفسه في هذا الكون. نعرف أن الإنسان عندما وعى على الكون وعلى وجوده مسألة ماهيش سهلة، فلهذا نبع الإيمان عبارة على حاجة تحميه من كل هذا الكون اللي بدأ يغزر له وبدأ يحاول يفهم فيه. إذن الإيمان ما عنده حتى علاقة بالدين. نرجع للشعوب الأولى، كانت عندها معتقدات إيمانية وهي مرتبطة معناتها بالتقاليد وبالعادات، جانب منها موروث وجانب منها معناتها كما نقولوا احنا الإنسان عاشها ويمكن تخيلها ويمكن تصورها، ومسألة الحلم وكل هذه الأمور الإنسان في الأول ما كانش يفهمها. ما كانش يفهم الإنسان في الأول علم النفس والبسيكولوجيا ما كانش يفهم هذه الأمور كل، فلهذا نبع ما يسمى الإيمان، ومن هذا الإيمان ظهرت ما يسمى بالديانات البدائية اللي هي فما نوعين من الديانات البدائية. فما الديانات البدائية التي أتت لكي تجيب على بعض الأسئلة الوجودية اللي يتعرض لها الإنسان، من أين أتيت وإلى أين أذهب وماذا أفعل هنا، ولم تتدخل في الأمور الأخرى من حياة المجتمعات. ولكن فما نوع آخر من الدين ظهر، هو استغل هذا الضعف الإنساني وحاول أن يفرض معتقدات نجم نقول احنا أنصاف الآلهة اللي ظهرت في الأول، اللي معناتها فما عباد حكموا شعوب باسم معناتها فكرة أنصاف الآلهة، يعني هما نصفهم بشر ونصفهم آلهة. ومن هنا ظهر ما يسمى الدين الأول الذي معناتها استغل واستفاد من ضعف عامة الناس وسيطر عليهم بهذه الفكرة. ومرت الإنسانية بفترة كبيرة، نعرف احنا القصص الأسطورية اللي الآن أصبحت أسطورية بتاع نصف الآلهة وربع الآلهة من عهد البابليين وأوروبا وغيرها وغيرها، نجدها في كل الشعوب. ثم بعد فترة معناتها الإنسان بدأ يتطور، وكانت في الفترة هذيك كانت المرأة هي المقدسة، لأنها كانت هي الذي تأتي بهذا نصف الإله، فلهذا كان الفكر ليس رجولي في البشرية، كان نجم نقول وإحنا أمومي، يعني كانت المرأة هي آلهة وكانت عندها أهمية وكانت عندها تأثير في الحكم وفي تسيير أمور الدولة سواء العسكرية أو الاقتصادية أو غيرها. المهم من بعد وقع التغيير في العالم وظهر ما يسمى بالدين الرجولي، يعني الذي أراد أن يزيح المرأة كليا عن الساحة
وأراد أن يفرض فكرة الله الذكر الذي لا لا يتعامل مع البشر إلا من فوق. في الحقيقة هذا الفكر الذي بدأ يعني في إيران مع الزردشت وفكرة فهمت إله الخير وإله الشر والازدواجية وكلها، ثم ظهرت ما يسمى باليهودية اللي هي النجم نقول وإحنا فكر عنصري مثل الهندوكية. الهندوكية ده فكر عنصري يعني جاء لقوم فقط وعمل الطبقية فهمت في المجتمع. يعني مثلا الهندوكية نلقاها مثلا فما أربع طبقات، يعني طبقة الكهان وطبقة معناتها رجال العسكر، ثم طبقة الأغنياء، ثم طبقة الفقراء والعباد اللي منبوذين يسموهم منبوذين. نفس الشيء اليهودية جت على هذه الفكرة العنصرية، لأن في ذلك الوقت كانت الشعوب يعني تتصارع من بينها، فهمت؟ كل واحد يحب يسيطر على الآخر ويحب يسيطر على الثروات متاعه، والمسألة في الدرجة الأولى ديما اقتصادية. فجاءت اليهودية بهذه الفكرة والأرض الموعودة وغيرها وغيرها هذه الأفكار، يعني وجدوا في فكرة أن القول أنهم معناتها رسل ومرسلين من طرف الله يستطيعوا أن يعني يسقطوا ويطيحوا هذه الحكومات اللي كانت مسيطرة والتي تعتبر نفسها أنصاف آلهة. وهكذا انتهت مرحلة ما يسمى بأنصاف الآلهة، وانتهت مرحلة قوة المرأة في تسيير الدولة وتسيير النظام، وتحولت الأديان، بدأت تنتشر ما يسمى بالفكر الرجولي وإبعاد المرأة كليا على كل معناتها مجال الحياة، وجعلها مجرد أداة تحت تصرف الرجل. وبدأت باليهودية، واليهودية تعاملها مع المرأة تعامل دنيء جدا، فهمت؟ والإسلام يعني استفاد وأخذ من اليهودية في تعامله مع المرأة. كل ما هو موجود عن المرأة في الإسلام ليس عروبي وإنما يهودي، فهمت؟ باش علينا هذه معناتها مسألة نتكلم عن الدين، نتكلم عن الدين باش تكون الأمور واضحة. ثم فهمت ظهرت ما يسمى بالمسيحية كردة فعل ضد هذا الفكر اليهودي العنصري المحقر للمرأة والذي معناتها يريد أن يسيطر على العالم. ولم ينجح عيسى في الوصول لأهداف متاعه، وتعرفوا مع التطور التاريخي، ثم تم فهمت دمج المسيحية مع اليهودية، وأصبحت المسيحية معناتها ابتعدت عن أهدافها الأساسية اللي هي كانت بعيدة كل البعد على الفكر اليهودي. لو تنظر العهد الجديد وتقرأ العهد الجديد ليس له أي علاقة مع العهد القديم، يعني كأنه إله آخر أصلا وفكرة أخرى، ولكن التحالف اليهودي المسيحي السبب متاعه هو ظهور الإسلام اللي معناتها ظهر من أجل تحقيق ما يسمى الهدف الأول، ولكن على ليس على مستوى معناتها شعب وإنما على مستوى عالمي. يعني هذا هي بصفة عامة معناتها المسألة. ونلاحظ الأديان معناتها بصفة عامة، هناك أديان نجم نقولوا احنا معناتها رأسمالية، وهناك أديان معناتها مع الفقراء. وفي الحقيقة قديمة الأديان لو لاحظوا تبدأ مع الفقراء ثم تتحول إلى رأسمالية وإلى أموال وإلى مصالح اقتصادية وغيرها وغيرها وغيرها. هذا يعني في التاريخ. وتنجو نغذر مثلا احنا للسنة والشيعة عبارة نجم نشبه أنها الشيعة أقرب للنظام الاشتراكي، بينما السنة أكثر للنظام الليبرالي الرأسمالي. إذن البشرية عرفت فهمت فترة طويلة من وجودها بتدخل الدين في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي السياسة، إلى أن وقع الفصل في القرن الثامن عشر، وبدأت ما يسمى بفكرة جديدة وهو ما يسمى السياسة.
السياسة وجدت من عهد اليونان وغيرها، ولكن كانت دائما مرتبطة بالدين. هذه مسألة واضحة، فهمت؟ يعني ديما مرتبطة بالدين، وكانوا حتى رجال الكنيسة يحكموا عندهم علاقة بالملوك، فهمت؟ عندما تم القضاء على ما يسمى أنصاف الآلهة، أصبحوا الملوك يأخذون الدعم من هؤلاء الكهان اللي هما يعتبروا يحميوا الدين ويدعموا الدولة. رأي الفكرة متاع أنا معناتها حبيت نفسر إن الأديان بصفة عامة، ما نحكيش على الإيمان العادي، معناتها المعتقدات العادية الخاصة الموروثة الحاجات، ما نحكيش على ذلك، وما نحكيش على الأديان الطبيعية التي ليس لها أي دخل بالسياسة، وإنما أحكي على الديانات هذه اللي هي عبارة على أحزاب سياسية. يعني قبل ما كانش فما سياسة بالمفهوم اللي نعرفوه توا، واحد يجيش مثلا أربعة من الناس يكونوا حزب، لا، كانوا قبل أربعة من الناس يكونوا دين ولا يكونوا مذهب، فهمت؟ يعني نجم نقول احنا الأديان هي سياسة الماضي، فهمت؟ والسياسة توا هي عبارة على أديان حديثة عصرية. يجيوا أربعة خمسة عشرة من الناس يتفاهموا شنية السياسة هي. السياسة هي تسيير الحكم، المسألة كلها على الحكم، والمسألة كلها على الفلوس وعلى السيطرة. يعني لكن هذا المفهوم القديم الآن بدأ يتبدل. نجيو نشوفوا في القرن الثامن عشر تم فصل ما يسمى بالدين عن السياسة، وأصبحت السياسة كيان مستقل، ما عادش مربوط بالدين. ومن هنا بدأت تظهر الأحزاب السياسية، وكما كانت هناك أديان تدعم الفقراء وأديان تدعم الأغنياء، وكانت هناك أديان محافظة وأديان متحررة، فهمت؟ نفس الشيء في السياسة، ظهر ما يسمى بالفكر الرأسمالي والفكر الشيوعي، واللي من بعد اتطور وظهر ما يسمى بالفكر الليبرالي والفكر الاشتراكي، وزاد التطور معناتها في أوروبا. هذا خاطر احنا مازلنا بعاد كل البعد على المسألة هذه. والتطور والتجربة السياسية في أوروبا مدة قرنين أنجت نتيجة أن فما هناك أشياء في الرأسمالية جيدة، وهناك أشياء في الاشتراكية جيدة، ولهذا وقع ما يسمى دمج الأشياء الجيدة اللي موجودة في الرأسمالية مع الأشياء الجيدة التي في الاشتراكية، وظهرت ما يسمى الاشتراكية الديمقراطية، التي هي ليس بعيدة كل البعد على الاشتراكية أو الشيوعية أو ما يسمى بالليبرالية الحديثة، التي ليس لها أي علاقة بالرأسمالية. معناتها نشوفوا اللي هذوما الحزبين، اللي واحد من اليمين واحد من اليسار، عندما اندمجوا وخذوا من بعضهم واستفادوا من التجربة، ولاو لا عادش لا في اليمين لا في اليسار، وإنما ولاو في الوسط. مثلا نضرب لك مثال ما يسمى بالاشتراكية الديمقراطية. الاشتراكية الديمقراطية هو نظام اشتراكي، ولكن يعطي الحرية للتملك للشركات المتوسطة، وفي نفس الوقت يحمي الفقير، وفي نفس الوقت يعطي الحرية، رغم اللي هو نظام اشتراكي، فهمت؟ اقتصاد. نفس الشيء في الليبرالية الحديثة، نفس الشيء، رغم هو نظام رأسمالي، ولكن شنو عمل ما يسمى نظام اجتماعي قوي، وفرض ضريبة قوية على الأغنياء، أعطاهم الحرية باش يوليوا أغنياء كما يحبوا، ولكن فرض عليهم ضريبة قوية من أجل مساعدة ما يسمى ضعفاء الدخل والعباد اللي ما عندهمش فلوس واللي عندهم مشاكل سواء صحية أو غيرها. ومن هنا ما يسمى ظاهر التجربة الإنسانية، ما يسمى بالسياسة الوسطية، وهي الآن أثبتت نجاحها على الأقل في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لأن هناك حرية وهناك نجم نقول وإحنا عدل اجتماعي، ما فماش معناتها فقر، معناتها نقص الفقر ونقص الجريمة ونقص ياسر حاجات، كما مثلا نشوفه في الدول الاسكندنافية ولا حتى في ألمانيا ولا غيرها. الدول هذه اللي طورت النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ودمجته، وظهرت هذه الأفكار الجديدة البشرية. احنا في الدول متاعنا العالم العربي
بين قوسين الإسلامي، مازلنا بعيدين كل البعد على التجارب العلمية السياسية لنظام الحكم. مازلنا نفكروا، فهمت، شكون فلان يسيطر على فلان، فلان فهمت يستعمل الحيلة ويغول على كل شيء وياخذ كل شيء ومستعد يبيع أم وبوه، فهمت، غير أعطيه يوصل للسلطة ولا يوصل المنصب. وهذه هي حالة الأحزاب السياسية اللي موجودة في كل الدول العربية، وفما معناتها نجم نقولوا احنا حكومات عائلية كما في دول الخليج أو في المغرب، وعائلات معناتها نجم نقولوا مافيوزية، فهمت، حتى مش عائلية، مافيوزية، يعني كليك يحكم في الثروة متاع البلاد باسم الدين ولا باسم أي حاجة أخرى، فهمت. طيب نشوفوا احنا الحركات الإسلامية كما مثلا النهضة، فهمت، عصابة مجرمين، فهمت، دخلوا للبلاد، اختنموا فرصة الثورة اللي وقعت، العباد ياسر خافوا ووقعت فوضى وباعوا وشراوا هما كل شيء برخيص، فهمت، وسيطروا على مؤسسات كبيرة وعلى مناطق كبيرة وشدوا الحكم وعملوا ضجة كبيرة. ثم عندما شافوا ان الشعب التونسي واعي وفاهم وما يحبش يعيش، فهمت، اللي هما يحبوه معناتها يعيشوا فيه الشعب التونسي، اش عملوا؟ جبدوا رواحهم وانسحبوا ولو يخدموا، ما عادش تحت نظرة الاعلام. توا ياسر عباد يقولوا النهضة لا ما عادش باش تنجح. لا يا ودي، النهضة ماهيش تعمل على الانتخابات هذه، النهضة تعمل على الانتخابات اللي بعدها واللي بعدها. هذه هي المشكلة، ما لازمكمش معناتها تغلطوا، لان النهضة توا قاعدة تخدم في المناطق اللي الاحزاب السياسيه الكل مسيطره على تونس وعلى سوسه وعلى المدن الكبيره وعلى صفاقس وعلى المدن الكبيره، بينما النهضه تخدم توا في المناطق اللي فيها الجهل مازال منتشر والتخلف والفقر، وقاعده معناتها غاديك تتغلغل، فهمت. وتعرفوا اللي معناتها المناطق الداخليه مناطق معناتها نجم نقولوا كثافه سكانيه كبيره، و معناتها النهضه فهمت تلعب اللعبة ما يسمى السياسية وتريد العدد، مهمهاش النجم نقولوا احنا النوعية، المهم العدد، فهمت، كيما نقولوا احنا كثرة بلاش بركة، فهمت، يعني لأن فهموا أن السياسة هي مسألة كثرة، فهمت، مش مسألة شكون عنده الحق وشكون ما عندوش الحق، يعني تكون أنت بهيم وعندك الكثرة توصل تنجح، فهمت، تكون ذكي وعندك الأقلية، فهمت، ما تنجحش. هذه مسألة طبيعية. إذا حبيت أنا نوصل الاستنتاج في هذا الفيديو إن ما كنا، فهمت، نسميه هذوما الأديان، هي عبارة على أحزاب سياسية. لو ترجع للتاريخ وتدرس كل الأديان مهما كانت، فهمت، هذه الديانات التي تريد أن تسيطر وأن تحكم، خاصة الديانات الإبراهيمية يعني الموجودة في الشرق الأوسط، كان الهدف نتاعها هو السيطرة والمال معناتها والتغول واستعباد الناس، فهمت، هذه معناتها الهدف نتاعها. تلقاها كلها، فهمت، عبارة على الأحزاب السياسية الآن اللي موجودة الآن. إذا لازمنا نعرفوا حاجة، واللي الإيمان ماهوش مشكل، فهمت، تؤمن بحاجات، تؤمن ما نعرفش، تؤمن بسنفور، تؤمن فهمت بتنين، تؤمن باللي تحب عليه انت، هذين مش مشكلنا، فهمت، هذيك تجربتك الخاصه وامورك الخاصه، ولا ورثتها من عند بوك انك تبخر وانك فهمت تحط خمسه على الباب ولا تحط صفيحه نتاع حصان، هذه امور خاصه. اما ان فهمت تجيب لنا المعتقدات هذه وتدخلها في الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية للمجتمع، هذا هو اللي غير مقبول. غير مقبول لماذا؟ لأنه أكل عليه الدهر وشرب، انتهى الآن، فهمت، هذا حكم الله وحكم الآلهة وحكم معناتها ما نعرفش التنين الأحمر وحكم السنفور وحكم باتمان وحكم درشنو، هذه الكل انتهت. الآن الحكم هو حكم البشر وحكم القوانين الوضعية التي تتطور مع تطور المجتمع ومع تطور الوعي عند البشر، فهمت، ولازمنا نستفيد من التجربة الغنية، فهمت، الغربية في مجال الحكم، فهمت، في أوروبا 200 عام وهما قاموا بتجربة وحروب وقتلى
وتذبيح حتى يوصلوا لحالة من الاستقرار. فهمت؟ النجم نقولوا يعني كان نوصلوا للربح نكونوا معناتها منعنا. إذا التفكير الديني هو تفكير رجعي قديم. فهمت؟ والحكم باسم الدين هو خطير. فهمت؟ إذا لازم نحاولوا باش نفكروا في حكم الإنسان. الإنسان هو وحده على حسب عصره، الحكومة أو النظام السياسي اللي نتبعه، فهمت، يتطور معانا. مش تجيب لي أنت، فهمت، أحكام إلهية جامدة عندها 1400 عام وتجي تقول لي هذه أحكم بها. إذا لازمنا نفيقوا على رواحنا، نفيقوا ونعملوا فاصل، فاصل نهائي مع هذه الأفكار الجاهلية. كيفاش حتى التوى في عام 2014 والمرأة تعتبر نفس الرجل، سواء في الشهادة سواء في الإرث؟ كيفاش ما يحشموش على رواحهم يحطوا هذا في الدستور؟ والكلاب، فهمت، متاع الأحزاب الأخرى اللي تدعي العلمانية، فهمت، كما نداء تونس، أو التي تدعي أنها تدعم العمال والفقراء كما حمل همامي، يوافقوا على دستور، فهمت، فيه فضايح 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 ما تنجمش تتصورها بالك. فهمت؟ سواء في حقوق المرأة، سواء في الحريات، سواء في الأنظمة، سواء في كل شيء، في الاقتصاد، في كل شيء. راهي المنظومة نتاعنا كلها فاسدة خامجة، لازمك تهزها كلها وتلوحها في الزبلة. فهمت؟ وتقوم على أنظمة علمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومعنتها أنظمة تعليمية، فهمت، على قواعد علمية، بعيد على الخرافات كل البعد، باش نجموا على الأقل بعد جيل ولا زوز نكونوا ناشئة تشارك البشرية، تشارك البشرية في تطورها. ولازمنا معناتها نؤمنوا بكياننا، وكل دولة لازمها تؤمن بكيانها، سواء التونسي ولا الجزائري ولا المغربي ولا المصري ولا الليبي، لازم يؤمن بكيانه. وراه الشعوب التي لا تؤمن بكيانها لا يمكن أن تتقدم. فهمت؟ وهذا الفكر ما يسمى العولمة والحكاية الفارغة هذه، اللي يحب يسيطر معناتها بالشركات هذه على شعوبنا، واللي يدعموا في الدين، هذوما يدعموا في الدين ويدعموا في العملاء. فهمت؟ العملاء، العملاء يدعموا فيهم ويدعموا في الدين، هم خطر الهدف متاعهم هو السيطرة والقضاء علينا. لازم نفهموا اللي احنا لازمنا بشرية بصفة عامة، لازم كل شعب يحافظ على تقاليده. انتم تشوفوا معقول ان اوروبا اثانت الهنود الحمر؟ تشوفوا معقول هذا؟ فهمت؟ يعني الغرب لازم يفهم ويحل عينيه بيه، ذاك ماضي وتاريخ، لكن احنا تو نفكروا في المستقبل. التعدي واهانة الشعوب وابادة الشعوب وسرقة ثرواتها ما عادش لازم يتعدى، على خاطر توا ماكش تتعامل مع مسلمين، توا تتعامل مع ناس كيفي كيفك، عندي مخ كما انت عندك مخ، ونفكر في مصلحتي كما انت تفكر في مصلحتك. فهمت؟ هذه الغورة والسرقة. فهمت؟ وهما عايشين في خير، اشتر الماكلة متاعهم تتلوح في الزبلة، وعباد في افريقيا ما عندهمش حتى باش يشربوا شربة ماء. هذه ديمقراطية تتكلموا عليها؟ هذه ديمقراطية؟ من بعد لا، المرتدين على الإسلام ما يدعموهمش وما يعطيهمش الكلمة وخليهم يموتوا. فهمت؟ على خاطر مصالحهم مع دول الخليج، فهمت، اللي تعدم في الشارع العام، مصالحهم مع البترول، يعني عندهم هما برميل متاع بترول أهم من شعب كامل. إذا احنا لازمنا نفيقوا على رواحنا، وراكم انتوما لكلكم اللي تدعيوا انكم مسلمين واللي قاعدين تصوتوا للحركات الإسلامية وتنتميوا لهذه الحركات الإسلامية، انتوما لكلكم عملاء وما كنتوش وطنيين، ما عندكم حتى ذرة من الوطنية. وجماعة النداء اللي زعما يعمر ويقول لك يا ضد، يعني شفت معناتها كيفاش معناتها يلعبوا لهم بمخاخهم؟ يعني معناتها الذكاء العلمي نجم نقولوا، يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة، يدعموا النهضة ويدعموا النداء، الزوز يخدموا مصالحهم، واللي يشد يشد، كان شدد النهضة أنا معاك، كان شدد النداء أنا معاك. والشعب شنو قاعد يعمل؟ قاعد يتفرج.
يسخاي بروحه توا كي باش ينتخب النداء يعني باش يحذي على النهضه. يا ولادي راكم باش تبقاو ديما تابعين، ما كومش باش تكونوا توانسه، ما كومش باش تكونوا وطنيين، ما كومش باش تبنيوا بلادكم. راهي بلادنا عندنا ما يكفينا وما يعيشنا ونعيش 10 ملايين اخرين معانا. اذا فيقوا على رواحكم، فيقوا على رواحكم وفيقوا على رواحكم، ولازم تفهموا اللي راهم بدون هوية وطنية قومية، ليس قومية عربية، قومية، قومية يعني في الوطن، ما يسمى الهوية في الأرض، هذه الأرض اللي أنا عليها واللي تولدت عليها، هي أمي وهي بابا وهي كل شيء، وكل شيء اللي فوقها يتبدل، ونطورها ونزرعها ونبنيها وناكل منها ونعيش منها، هذايا ملكي وملك أجدادي، مش ملك الخليج ومش ملك أوروبا. نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبسلام.